تواصل السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية بمدينة طنجة انتشال المزيد من جثامين القتلى داخل وحدة صناعية باغتتها مياه الفيضانات صباح اليوم. وحسب مصادر متطابقة فقد بلغ عدد الجثامين التي تم انتشالها إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر 26 جثة، فيما تم إنقاذ 9 أشخاص حتى الآن. ولم تستبعد المصادر عينها أن ترتفع حصيلة القتلى إلى أزيد من 26، ذلك لأن الوحدة الصناعية المتخصصة في النسيج تشغل حوالي 50 عاملاً وعاملة.